بكم مشاهدينا في الجزء الأخير من برنامج السهرة. اليوم حكينا على الطبخ ونسينا البقالات ديال وسيلة مقران. اليوم الله يجعل خير على بالك. على الله يجعل خير على البيشامل. على البيشامل انا يا اختي عجبتني. انت قلت لي كنتسنى الشيف تشكرها تقول لها وي تخي بيان سي اون بون غوسيت كنت مليحه. هذيك قلتيها من الاول يا الشيف دوك تبريزي دوك سي تخو تاع ما شيغي. ما نحبش لا بيشاميل في البول هكا انا باسكو فيها الفارينه. انا عجبتني وراني فرحانه. بعدك تزيدي في الميزان لانه الفارينه تسمن. لا لا ما نزيدش ان شاء الله لاني حنا راني بديت بالرياضه وبديت بالريجيم. ردي بالك تحقي كيما الحاج جبت في الكوليس ناكل يا اللي تسلكك الباسبور وتونس لا خويا كي باغي تسلكي عطيني نصيحه عطيني نصيحه الدكتور بوشنافه ولا مش عارف كيف يسموه بنشنتوح 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 شنتحي الحيه والروح هذه اللي نقولها لبنت عمي ان شاء الله والله وتجي الجزائر وما ديريش تحوي المعده تحوي المعده تحوي مسار 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 معده نبدلها لا ديستيناسيون يا المعده على بالك لا فاصو اللي يهضرها لي صافي نبدلها لا ديستيناسيون لما شعلها والله العظيم كنت حطيها هي وبنتها انا ولا كنت حسبها اختها الله يبارك هاي وحده ثانية عندهم جابوا وحده اخرى ثانية صغيره وي صغيره سيرين هو هضر عليها قول لهم اختي وكل شيء بصح خاطيها كوزينه خاطيها بيها خاطيها كوزينه خاطيها كلش هذيك ماكياج لابوتي ايه الله يبارك جينيراسيون تاعها مقمنه كيمها وتعرف تهدر والله ما شاء الله الله يعطيها ان شاء الله ربي ثاني هي تولي لك جوجه ولا بروكيلار ولا مشي تاع كوزينه كيما اختي بروكيلار قوايمها حرقت بروكيلار صاي صاي قولي قولي جاوبني جاوبك لاحظت حاجة لاحظت حاجة كي لحق الدور ركن تاع البقالات الحلو يعني ما في باغي نهضر وهذه قالت لي غير هاك بصح بصح ما ضمنش على طاجين الحلو ايه طاجين الحلو ما نبغيش بصح اسمو على فاميلتك انا صح هذاك زبيب والبرقوق والبرقوق صح إيه. بصح اللحم كي طيبه حلونه تقدر ما ديرش اللحم ما تقدرش تفوت اخويا كي دايره هذه ما تقدر ما ديرش اللحم كاين اللي قلبها محلول لا لا انا ضد هذه الفكره وانا ضد بيا تقعد اللحم الحلو هو اللحم الحلو اليوم ولا هذا طاجين الحلو حاجه جديده على المطبخ الجزائري اللحم الحلو لازم يقعد باللحم الحلو احنا رانا نحكيو على المحافظه على التراث والتقاليد الجزائريه وخاصه ان الاسم تاعو لحم لحم الحلو حلو دوكا ولاو يقولوا طاجين الحلو بوغ ايفيتي اللحم. انت راكي معاه ولا ضد هاد الزيادات اللي راهم هدى معليش هدى سمحي لي دقيقة معليش راني في الركن تاعي تاع البقالات. لا دغني شوف تسمع كيف لا لا برك على الزيادات تاع لي فخويسك. راهي متحمسة هدى. شوفي لي فخويسك لازم شوفي لي فخويسك لازم من بكري كاين العينة في اللحم الحلو. والزبيب. التفاح. فوالا هادو. التفاح. السفرجل في وقت السفرجل اللانجاس في وقت اللانجاس انا هذه اللي بغيت ثاني السفرجل فمك يزيرها لك يضرب عدا بصح كي طيبوا يتكل يا بنت عمي خضره خو انت معسجره كي ضرب عدا فم يداك علاه واسمو باش يقولوا ناس بكري سفرجل يقولوا الهضره مع التفاح ما السفرجل خناق اه وي هلا هلا يلا روحوا للوسيله يلا السفرجل خناق خلاص الحلو صح روحوا للبقالات يلا وسيله ما تزعفيش باش تخرج البقالات ما تبكيش قولي ده مكتوبي اقدر نصعيب وانتي يا بديتي جيبي بقاله مليحه واه واه يلا قولي لهم السيده خديجه وبنتها راهم معنا ضياف قولي لهم باللي كل وعلى شهر سقسيك المشاغبين تاوعك خلوني نرحب بالضيفه خلوني نرحب بنت خديجه الشطوره شوفي خديجه اختي مرحبا بك يا عمري احنا عندنا البقاله ركن تاع البقاله مرحبا بك ما تهضرش اسكت نقولها غير هذه ولا غير تسكت اسكت 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 واه قولي مرحبا بك احنا ركن تاعنا تاع البقالات عندنا من جونفي ام يهضروا على بالك صاي والله ما نزيد ها صاي صاي والله 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 وسيله يا بنيتي في بويا اللي راح ولي ويا يلا يلا انت لا فوت تاعك هذه كامل هذه نجرات تشوف لا ما تقراولهاش تاعها لا 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 صعيب يلا لا لاكم تهضروا بزاف الحلو مش يحب يسقسيها على الاولاد بصح احنا نروح للبقالات نكملوا البقالات نسقسيها غير حاجه وصاي
شحال عندك دراري كاع الله يبارك في الدار؟ ثلاثة ما شاء الله. زوج شيرات وشير؟ ايه عندك الصحة؟ وزيلة أو وزيلة أو أون دوموند وزيلة أون دوموند وزيلة. يلا وسيلة يلا هاي باسكو ظلمتوها اليوم ظلمتوها شو وسيلة ظلمتوها ظلمتوها اليوم وسيلة وسيلة ديالنا ديالنا عنديش وسيلة ما تزيدش عاود تهضر هاي صاي جي ثانيه هاي صاي جي ثانيه انا رحت غلط خا جيت نهضر بدات عبالك أليسا بزاف داروا لي القنطة عبالك خلاص يلا نقولوا فقط كل شهر عنده بقالته شهر جانفي حتى لديسمبر يلا أنا كي تحفري لي في البقال تحبي تديهم تاني شوفي خديجة درت لهم كاميرا مخفية لهاد المشاغبين وزيلة وديلك فيتو حتى الغدوة إلا حب حنا عندنا البقالات من شهر جانفي حتى لديسمبر هاي ليك جانفي نبدا بها عقد ونوي يا على كل حال العقد في البلديه مي البقاله تقول لازم الواحد يعقد باش ينويها جانفي سمعي بقالتك جاز على بابنا جايز ويشوف قلت له واش تشوف انا لابسه الحرير وانت لابس الصوف قال لي يا لالا لباس الرجال مخلوف اللي عزيزة عليا لبس لها لباس القاط ونزيد لها الشنتوف عجبتك ميمي شابة مليحة مليحة إن شاء الله فعل مليح وشنو الحلو نعم والله لبغاتك عش تاع الزواج هذا اللي بغيت تزوجها وهي مش باغي فيفري الدموع تطيح جمرة والدموع تطيح ياقوت عالم ربي يجي وعالم الابيض قولوا اللي عنده الزهر والحب عمره ما يموت مارس نسى شتي الهدات هادي كون درتها من زمان هاد الهدانيسة اكيد طولتي شفتي انا تقدري تضحكي اختي خليهم عاقلين خليهم عاقلين وسيلة يا اللي في الجبل وانا في الاسفل حجبني بابا ما لقيت فاش نبعث لك بريه غير في عنق الحمام نطلب من رب من عند ربي تكوني حلالي على الحمام صاي والله الطيور الطيور لازم يكونوا في البقاله لا ما نكونش بقره خلاص ما كاش ما كاش غير الحمام والطيور والبغلة إلا حبيت البغلة تاعي على جنب خيوط الليل أفريل خيوط الليل دابت وشعاع الصباح بان والشمس من الفوق لاحت ذهبت عليا اللي كان زمان غابت غيبتك جاتني اليوم يا ربي يا معبود سقم لي سعدي وتبت لي وتبت لي مشيتي والهموم وتروح الهموم وراني مع ناسي وحبابي ملموم امين مي انا سيده خديجه هاي ان شاء الله تكون شابه ان شاء الله سالي رحمه على ماماك سكتيه علاش عليك يا لالا هاد التخمام رحمه ربي واسعه وكبيره لو كان جات بالكلام نتحدتو ونعطوك تدبيره بصح كل شيء بالمكتوب يا عيال خير يبان وتزول عليك هاد الغبينه نديرها بالاشاره هذه هي هذه على لا كونكورونس على مواقع التواصل الاجتماعي كي تخمي عليها بزاف لا لا انا ما تهمنيش لا كونكورونس على مواقع التواصل الاجتماعي انا عندي الهدف انا ما نشوفش الخصم ولا شكون ولا عندك خصوم انا عندي هدف عندك خصوم لا لا انا ما نشوفش غير باللي جاي تبدا تهضر القاعده في حياتي انا مركزه على اهدافي ماشي على الناس هذه هي انا يلا مليح يلا الحلو انا تبان لي تاعها وتاع بنتها جاهم متقاربين علاه شغل يا راه مهضرين لها على بنتها يا حاجه كما لا لا الصعبة كل يوم وهي ما يجبر قالت لهم ارجو ما تقلقوش هي تقرا كون جو ها صحه شحال عندك من عام
21. امك تولدنا ربعة. واحد وعشرين امك كانت كملت صوالحها صحيح. ان شاء الله بابا ان شاء الله. عندي بنت خالتي عندها 22. لا لا خليها معليش 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 كمل 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 كمل. حلفت والله ما تصومنيش ومن بعد ثلاث ايام مور رمضان. لا لا ما تلفتليش روح. معليش هذا ثلاث ايام بعد رمضان. جوان يا لالا يا الزينه يا اللي قلبك معمر غبينا ما تبكي ما تقولي خلاص قطعت الياس رايحه تجيك فرحه من عند ربي وقولي امين في هاد العواشر امين. هدى مخيطه لا غالب لازم نهضر وسيله سامحي مخيطه ان شاء الله ان شاء الله امين يا ربي. اوت جويي يساو جويي انت و لا لا هي جويي ومن بعد انا خي قلنا ما نهضروش. يا ورده كيفك كيفك نلقاك في البيوت لو كانت قبلي محبتي نرمي عليك بسكوت ونهدي لك مهر جوهر من غير ياقوت بحر محبه من غيرك حتى لي نموت. شوفك شو يديروا واش داروها في الفوتبال انا تفكرنا دروك خالي زهري شباب شباب كيما انت شباب معليش معليش من الناس اللي تخاف ما نخافش انا نهضروا على الفوتبال حبيت نسقسيك سؤال ديري النيميرويات دقيقه الجايه واحد جوج ثلاثه اسك انا كي نرفد هكا ندير هكا وبعد نعاود نغلق نجبد واحد اخر لا لا راكي مقمرتهم بعينيك واه لا مقرب قلنا ما انا نسقسيك نقمر 12 لا مقمره غير تاع نيساو سالي حسبتيني في جامي نستعرض بيك انت يا مراه واعره الناس تهابك عندك واحد الهيبه يدوك بقالات واعرين يا اخي تخدمني شان واه هذه هي هاي يلا وصلنا لشهر اوت من سهرنا في يدها نركب في البابور ونقطع البحور على جالك ونشوف زين بلادي ونجيب لك البدرون ونزيد حتى البخور ونجيب لك مهرك بكل فرح وسرور. هذه خيانه كبيره. شهوة نيمار نيمار راك مقدم هذه حقوق الطبع معفوك واش معناها يركب تسمى يركب البحور ويركب البابور ويروح البحور ويشوف زين البلاد باش يجي انا احتاج لا لا ما تحتاجيش اختي مليحه كي فيها البخور هذه هي هذه هي دقيقه الحلوه معليش خلاص هذه البقاله انت هي انا هي فالك انا نويتها على وليدك ايا ولا ما يروحش ما يروحش ما يركبش بابو لا 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 اختي يقعد قدام زين بلادي يا اختي عندها من زهري في يدها احذر احذر راها كافياته وربي ما خصها خصاص وربي كل شيء عندك رعيه ربي وصاي هي صح صاي سكتمبر سكتمبر غرست ياسمينه في وسط الدار كبرت ومدت الزهار ما بيا والو غير داك المكتوب في العسل والبلار قال لي يا العزيزه علاه الحزن والمراره قريب نجي وتطفي عليك هاد الجمره ونجيك قصد الدار. هذيك كاش وحده مسكينه حتى تمشيت مع 21 ساي ساي ايوا غير نقول لك هذه مسكينه هيا اكتوبر اكتوبر تكبر الحباب اهداولي الطيار وانا نحب المقنين اهداولي الزهار وانا نحب الياسمين اهداولي الزين وانا نحب رضاية الوالدين ويا ربي تكون ان شاء الله من مكتوبي ملي قالك على الطول مرتي تركينه على الطول بالمقنين هو راه يضحك هاي يلا انا درت لك اياها صح سالي انت صاحبتي ماشي صاحبتك انت مشاغبه نمير واحد يا لبيا ما قريتش مليح كنت جبت قريت مليح كان جبت دكتوره وشنو؟ واش كاين نوفمبر نوفمبر الزين من عند الله والقلب صافي وقنديلي شاعل عمره ما يكون طافي امين
تعجبي انكور بني عمي الثاني وي نقدروا نديروها في جويه بيان بقالت بنتي بقالت ريهام لا 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 هذه فيفري نوفمبر تقدر تكون في جويه انا ساني نبيتها لك حبيبه تحبي موت يموت ديسام سقم روحك ربي يسترك انا الا وين نرجعوا الله يستر شد راسك غالي يا غالي والغالي يا ربي ظلمتها ظلمت مهما تروح وتغيب معزك ديما في قلبي غير احنا غير احنا نلعبوها زعما بلي راكي غير تشكلي بصح ولا توشيك بالبقاله تاعها ما تنوفك على تكذب عليها شوفي راه فلاشاني بلي بعث ميساج بلي كاين كاين يقول لك بلي بالك بصح كتنوي على واحد ينويها عش ما عندها شيء يديرها يقينوي والله الا تجيبيها نيشان واللحم يتشوق باسكو عجباتك اختي زينه جايه مليحه صافي كون هضرت لك على الحيوانات وكانت شويه عيانه تكلاشيني سي كي زهرك يلا كي زهرك جا شباب راك تهضر لي هكا بصح انت وساليني فقت انا قارع على السكر ان شاء الله قول عليه ربي امين ان شاء الله يلا ان شاء الله ان شاء الله نروحوا للكويز لكن كويز هذه المره خاص بالاطباق الجزائريه والحلويات الجزائريه انا يديروا لهم موسيقى خديجه ما تشاركش ميمي ما تشاركش نروحوا لجينجل ورانا راجعين كويز اذا خديجه لازم تكون هدى وسيله سالي والحلو نمد لكم طبق ولا حلوه جزائريه وبسرعه تمدوا لي 3 انغريديون لازم يكونوا في هذا الطبق ولا في هذه الحلوه جلدوا يا بلال بصح لازم يكونوا لي انغريديون الاساسيين الاساسيين ويكونوا في هذاك الطبق نمدوا سؤال اول واللي واجب فيكم بسرعه ويكونوا المكونات صح هذاك هو اللي يفوز وسيده خديجه هي سيده خديجه ازربي اني تحمست ازربي عندي كلمتين في راسي وغير نقول طبق يمدوا لي طبق في الاكرون روحي يلا طاجين الزيتون وش يجوا فيه زيتون لا صوص بلوش والدجاج انا قلت شكون اللي قالها لك عيطت انا كملت يا مازال غير رضيه انت ما رضيه زيتون انا 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 اللي هضرت زيتون بولي وبصل انا قلت زيتون رضيه والدجاج وما يقول زروديه خاوتي خلاص يلا بصح هو ينوض في سيك علاش معروف بالزيتون سمو سيك معليش واحد واحد اون سو كونسونتر بصح بلا فوضى هضروا هذه منافسه اختي دقيقه هكا ما نقدروش خيري من هذا الجروب واحد ومن الجروب تاعنا واحد نجاوبوا لا لا نبداو واحد بواحد يعني آه. دوكا شكون اللي يلعب وفيها وسيله الحلو فيها معلمه لا ما تمدش الحلو لا لا تقول بسرعه هيا شتيها ما تعرفش انا وسيله وسيله والحلو صحيح. لا لا وسيله والحلو بغيت تخسرونا دوكا مام هو انتوا بولات بولات يونداشي يا الحليصه والحب جيما لا 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 هذاك البوغا معدوم ايه زيت واللوز قليب زيت ايوه يلا يلا بلونداشي 2-0 كمل كمل والحم كرادي كرادي خلاص خلاص إليميني الحلو إليميني أنا اسكت يعطيك غمة خسرتنا ديروا هدى وسالي تشخشوخه تاع البساكره الكسره الطوماطيش وزروديه الطوماطيش بطاطا كروطه ماشي مقطعه الطوماطيش بطاطا هو انغريديون ماشي بطاطا ماشي بطاطا ماشي اساسي لا لا ما نقولوش الاساسيه كاين فيها الرقاق والدجاج وزروديه قلتها يلا صاير ضايب بالمكتوب نحلو بالنصيب دقيقه خلاص دوك انا صوفي يلا ما يعيطش رجرجه موش صوفي يلا الحلو وسيله استناو انا نقول لكم واش من واش من الصوره تشارك المسكر الفارينة الكاوكاو والسكر براسي وتاليه تاليه هاجي هاجي
هاجي ما هاجي جينا مدوره ويعمروها من داخل وصاي ما تقول تزيد يمن ما تزيد يمن نجيب لك عجينه الاولى تقول لي الشركه لا يلا هيا زيد لكم الاخيره لانه راهي فوضى بزاف هدى وسالي قلب اللوز وش فيه؟ السميد العسل واللوز ها ايه هو لا لا كيف 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 خديجه سميد بالمكتب حنونه لا جوست سميد والعسل واللوز سميد منتفخ سميد والسكر واللوز المهم انا صحاح المهم ثلاثة صحاح صحاح كي انت كي هي في زوج صحاح يلا راكم كشكش حاجة زوج ونص زوج ونص لا لا حنا ثلاثة وما زوج في وحدة انتوما ثلاثة وحنا زوج انا عادي لا زوج ونص هادي على ما تاع الرياضيات نزيدوا وحدة زيدوا زيدوا انا وياه مارشي لا لا معليش زيدوا من عندك قولي له قولي له مارشي واش فيه باش يبدا يعيط يلا مع من تلعب خير معايا ما تقوليش برك مع خديجه معايا معايا بزاف معايا ادي خطي مع مرتاحه يلا مع وسيم مع هدى مع باش تكون هدى انا هدى انا هدى اسمع انا هي هدى انا هدى انا انا هدى اي لعب انا قلت هدى انا هي هدى لا 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 هاي هاي روح طبق جزائري انا معاه انا ها اش كاين في المارشي خذي انا باغي باغي نسقسي غير والله سؤال علاه الدجاج كي طيب دجاج تاع تريسي انت وتاع عرب ماشي كيف كيف كاين داك ميسك عنده ميسك يجري بزاف ولا خاطر طيب قاعد غير في الدجاج طيبنا دجاجه تاع عرب خويا يكسل وانا نكسل اه وي لاشي الفخد والله العظيم قاعد باه كيما هكا ونكسل فيه يلا هارجي نكمل شاه يلا انا في التكسال هارجي انا نقول لك قاعد في خط الدجاج ونكسل فيه لاشي يسبالي هذيك يسبالي طاحوا سنانو شتي كيف وصلت لهذا المفتاح انا ثاني عندي حكايه واحد المره كنت عند لوسي كانت عنده دجاجه وكان رايح بواياج كان عنده زوج جابهم منا ذبحهم شيخي الله يرحمه وبعد حطيتهم يطيبوا نهار كلينا المرقه ونهار الزوج كلينا الدجاج علاه؟ باسكو ما طابوش ما طابوش سي فغي شيخي جا قال لي ما طيبيش ما تكمليش خسرت الغاز كثر من الدجاج رحت في الدجاج ولا والله العظيم وعنده عنده هنا عنده الشفره صح كملي يلا نعطيكم طبق سيده خديجه تبعي معاهم المقادير اعطوني ثلاث مكونات اساسيه بطاطا الترفاس كيفاش نطيبوها؟ جيب الصحراء الترفاس الطوماطيش يا مين تجيبيها اكبر مين تجيبيها؟ قيتيها بعد ما هاو تروح للصحراء تلقطيها وتغسليها قبل انت غير تديري في المقادير؟ اي عاسي وين ديريها؟ قيتيها دي بطاطا؟ القيها قبل وبعد طيبي تجي مفوره غير بالملح تجي بنينه هي فيها البنه تاع الحب بنه تاع اللحم والله ما كاين كيفالون تاع اللحم في الاخر في البروتين والله ما تروحيش للبيض ما تقيهاش ها هي صح البيض كان فيها لحم كان فيها ليكولور فيها الالوان الحمراء صح شكون يربح والمغا هي ماشي بطاطا هو نوع من انواع عادي قولي لها المقادير اذا هادو شوفي واش قلت لك البطاطا بطاطا الترفاس بطاطا الترفاس طوماطيش والملح ما كاش فيها طوماطيش ما كاش جو سوي ديزولي ما كاش الملح وحدها تقدر تجي اون صوص بلونش اون صوص بلونش فوالا ما كاش طوماطيش هي اللي يديروها في الشخشوخه هاي فوري وصرطي لا هو نوع من انواع الشخشوخه تسمى شكون اللي رابح شامبينيو جاف شامبينيو جاف هو نوع من انواع الفطريات الاخر جاي فقاع جاي محلول فوق الارض والاخر ها سبحان الله شتي ربي شا خلقنا سبحان الله هايا فوق الارض وتحت خلاص اذا ما يتغرسش كيف هو نوع من انواع الفطريات اللي يجي تحت التراب الشامبينيون الاخر يجي فوق التراب خطره خطره والله يلا خطره غير ربي ونرهج الدار كاع روح جيب الشامبينيو كحل الشامبينيو هذاك كحل جبناه كاع الخيمه في السبيطار اه يلا طيب توكسيك لا لا كاين المسموم كاين لو موفي كيما نقولوا حنا سوفاج جاب ايه هاو كيش تعرف بلي سوفاج ماشي سوفاج ماشي لا لا طايحة علينا انا كنت نرعى ونعرى نرعى هاو جوز عليها رهشت الدار كل بعض الناس قال قلتي معاك بنت عمي قبالتي وتخبرني هاز زين هاز شين ما نصراش داك المهم فايدة الحمد لله الحمد لله سلامة توصلنا لنهاية البرنامج هدى ووسيلة ربحوا سالي صح سالي
لا 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 اتونسيون، زوج نساء وعندهم ديار وحالين ديار وما يعرفوش، هذا يخلات. انا مرا وحدي راني قاعده نطيب وهذا ما يعرفش، قالك ما نعرف نقلي البيض. نعرف ناكل ونقلي. قالك نقلي البيض ونفيضه. ونقلي القلي. فوالا يلا مبروك عليكم البرنامج. سؤال دوكا كنا نتناقشوا انا وياها على كلمه الشيف، قلت لها اسكو تحبي كيعيطوا لك شيف؟ جاوبتني واش قلتي لي؟ نو نو ما نحبش يقولوا لي شيف، انه شيف لازم يكون خدام في ريستوران ولا وعنده ليكيب تاعو اللي يكون هو القائد تاعهم. ما لا يعني توتي ليكيب هكا اللي باش نطلقوا على هذاك القائد تاعهم. وانت شوفي روحك؟ انا نشوف روحي بلوس كو شيف، انا ما رانيش في كوزينه، انا راني نقدم في رساله للاجيال ورساله تاع تعليميه. عندي رساله نقدم فيها في التلفزيون ولا في مواقع التواصل الاجتماعي باش تقعد الاطباق التقليديه الجزائريه، ونزيدوا نجيبوا حتى يعني اطباق اللي تناسب المطبخ الجزائري والذوق الجزائري من كل العالم يعني. يلا وصلنا لنهايه البرنامج، شرفتينا سيده خديجه. كلمه اخيره الناس اللي تبعوك عبر مواقع التواصل الاجتماعي واش تقولي لهم؟ نقول لهم دمتم اوفياء، دمتم متابعين ليا على اليوتيوب، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، وانا دائما في خدمتهم، دائما يعني ناخذ من وقتي. بزاف بالك الناس ما يعرفوش باللي احنا هاد الخدمه اللي نخدموها نخدموا فيها بالتعب، يعني باش ديري وصفه انا وبنتي وليدي يعني الدار كامل تخدم باش نخرجوا وصفه وصوره كيما هذيك راهي متعوب عليها. ماناش حنا نطيبوا في الدار ولا عندنا يعني رانا صارفين دراهم باش دايرين كوزينه باش دايرين المواعن هذوك باش تشوفوهم بعينكم تشوفوا حاجه بيان بريزونتي في طبق، يعني حاجه ماشي سهله. احنا رانا نمدوا من وقتنا من صحتنا ومن معلومات اللي انا لميتها، يعني هذه المعلومات الانسان باش تكون عنده خبره، هي خبره السنوات. ما شاء الله. انا على هذه نقول انا جو سوي بلوس كو شيف، انا اكثر من شيف، انا عندي رساله يلا مهمه اني نقدم فيها للمشاهد. الحلويات اللي لازم يكونوا في العيد باختصار، الحلويات اللي لازم يكونوا في العيد تشارك المقروط البقلاوه مريم مغربيه وقحل بالطابع. يلا ميمي كلمه دخل. اخيره ميرسي بوك على الاستضافه، قصره حلوه بزاف، يعطيكم الصحه. شكرا. هدى باختصار عندكم 30 ثانيه الوقت انتهى. يعطيك الصحه انيسه، يعطيك الصحه سيده خديجه، ميمي ليكيب البوبليك، وصحه صحتكم. وسيله سيده خديجه باش نقول لك ما حبيتيش اللي يقول لك شاف، بصح نقول لك سفيرة الطبخ الجزائري. يا عمري ربي يحفظك، ميرسي. يعطيك الصحة. ناسنا وحبابنا صحة سحوركم، نتلاقاو أنا وياكم في المرة القادمة وبقاو على خير. إن شاء الله. نقول صحة سحوركم وسمحوا لنا كنا تقال شوية. لا لا في الكويت كنت خفيف. وتحية وتحية كبيرة بنت عمي هي وبنتها. الله يسلمك. ماذا بيا تقولي للمشاهدين باش يتابعوك عبر السياشة، تقولي لهم وين يلقوك نيشان؟ يلقاونا سيغ لاباج فيسبوك خديجة جكون باج اوفيسيال، ولا تيك توك خديجة جكون، يوتيوب خديجة جكون. هذيك كي نعرف نهضر مع شتي، عرفتي انا بغيت نقول لهم. يلا سالي. سمحي لنا احنا هكا دايرين، الله غالب، عائلة القسم تاع أنيسة شايب ماشي كاع مواظب. والله قعدتكم هايلة. نايس، تعاودي تقولي. ضحكت أكيد. نرجع ليكم على خاطر حبيتكم. مرحبا بك. صحة سحوركم بوبليك، ميرسي بوكو. يلا مشاهدينا شكرا اللي تبعتونا، نتلاقاو بكم غدا نفس الوقت نفس القناة، قناة وحدة، قناة البلا تيفي، في أمان الله.